بدأت الحكومة اللبنانية تطبيق إجراءاتها الحازمة لمواجهة فيروس كورونا. المناطق اللبنانية شهدت حركة خفيفة جدا، وفيما سيرت القوى الأمنية دوريات لتطبيق الإجراءات، وصف وزير الداخلية الوضع بالمخيف داعيا المواطنين إلى التعاون. عباس الصباغ. خلت شوارع بيروت وسائر المناطق اللبنانية وبشكل شبه كامل من السيارات والمارة. لبنان دخل المرحلة الرابعة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. إجراءات وتدابير حازمة أعلنت عنها الحكومة، ومنها عدم التجمع والتزام المنازل والتزام منع التجول الذاتي. القوى الأمنية واصلت تسيير الدوريات في المناطق لتطبيق تلك الإجراءات. وزير الداخلية محمد فهمي كرر الطلب من المواطنين بضرورة تنفيذ التعليمات، مشيرا إلى أن التوجيهات أعطيت للقوى الأمنية للتشدد في تطبيق الخطة الحكومية. القانون سيطبق على الجميع وعلى مين ما كان يكون. هاي من الآخر، كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع. كنت قبل أقول سنمنع وستمنع، هلأ ستقمع. المناطق اللبنانية شهدت التزاما بالقرارات الحكومية، وبعض البلدات أقفلت الطرق المؤدية إليها، فيما كرر وزير الداخلية تحذيره من الأسوأ. علينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الأمل والإيمان بأننا سنجتاز هذه الأزمة بالوعي والتصرف السليم. الوضع مخيف، خلينا ننقذ حالنا وأهلنا وبلدنا قبل فوات الأوان. لبنان دخل مرحلة ما قبل إعلان منع التجول، واكتفى بتدابير حازمة فيما تعول الحكومة على تجاوب المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا. شوارع بيروت خالية من السيارات والمارة. اللبنانيون استجابوا على ما يبدو للإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، في الوقت الذي تنفذ فيه القوى الأمنية تدابير حازمة لمنع التجمعات والاقتضاض، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا. عباس صباغ، بيروت، الميادين.